أسعد الله مساءكم. سلام من تونس الخضراء، سلام من قرطاج إلى دلمون، سلام من المهدية إلى أرض السلام أوال، سلام في هذه الأمسية بحضور نخبة من الفنانين والمثقفين في هذا المكان، الصرح الثقافي مركز عبد الرحمن كانو الثقافي. في هذا المساء طبعا أنا متعود أتكلم باللغة البحرينية العامية، بس بتكلم باللغة، أحاول أتكلم باللغة العربية بحيث يكون التواصل مع الإخوة والأحبة والضيوف من تونس يكون سلس أكثر. عندنا ضيوف جايينا في الأسبوع الثقافي البحريني التونسي، وهذه الأمسية جزء من هذا الأسبوع. ففي هذه الليلة برنامجنا إن شاء الله سيكون ابتداء بالأستاذة والشاعرة البحرينية فاطمة محسن التيتون، وثم طبعا عندها قصائد، فإحنا يكون البرنامج متنوع، ستلقي بعض القصائد وبعض المداخلات، قصائد لها هي وقصائد للشاعر الكبير الشاعر أبو القاسم الشابي. وعندنا المطربة التونسية الأستاذة فايزة الرابعي مع فيديو كليب نعرضه بشكل لايف، سلام من تونس أهدت إلى البحرين. ومعنا الأستاذ الكبير الفنان التشكيلي الأستاذ سامي الفقي من تونس، أستاذ بجامعة نابل الفنون الجميلة، مع زملائه طبعا موجودين، ويدندن دندنة على العود معانا سواء في الفقرات، ويختمها إن شاء الله ببعض القصائد والأبيات الرباعيات الخيام إن شاء الله. فهذه الأمسية إن شاء الله تكون أمسية خفيفة ثقافية فنية بوجودكم. طبعا هذا المساء هناك أربع فعاليات ثقافية على حسب ما كنا ندردش قبل قليل. في المتحف فعالية موجودة، هنا عندنا فعالية، وفي أماكن ثقافية أخرى. فنفس ما يقولون الأخوة التوانسة، مرحبا بكم. نبدي مع الأستاذة الكبيرة الشاعرة فاطمة محسن التيتون، فلتتفضل. مساء الخير عليكم جميعا، أهلا وسهلا بأهل تونس، نورتونا في البحرين. سأبدأ بقصيدة للشاعر أبو القاسم الشابي. سأعيش رغم الداء والأعداء، سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء. أرنو إلى الشمس المضيئة هازئا بالسحب والأمطار والأنواع، لا أرمق الظل الكئيب ولا أرى ما في قرار الهوة السوداء، وأسير في دنيا المشاعر حالما غردا، وتلك سعادة الشعراء. أصغي لموسيقى الحياة ووحيها، وأذيب روح الكون في إنشائي، وأصيخ للصوت الإلهي الذي يحيي بقلبي ميت الأصداء. فاهدم فؤادي، اهدم فؤادي ما استطعت، فإنه سيكون مثل الصخرة الصماء، لا يعرف الشكوى الذليلة والبكاء وضراعة الأطفال والضعفاء. املأ طريقي بالمخاوف والدجى وزوابع الأشواك والحصباء، سأظل أمشي رغم ذلك عازفا قيثارتي مترنما بغنائي، أمشي بروح حالم متوهج في ظلمة الآلام والأدواء. النور في قلبي وبين جوانحي، فعلام أخشى
فعلام أخشى السير في الظلماء، إني أنا الناي الذي لا تنتهي أنغامه ما دام في الأحياء. أما إذا خمدت حياتي وانقضى عمري وأخرست المنية نائي وخبى لهيب الكون في قلبي الذي قد عاش مثل الشعلة الحمراء، فأنا السعيد بأنني متحول عن عالم الآثام والبغضاء، وأقول للجمع الذين تجشموا هدمي وودوا لو يخر بنائي ورأوا على الأشواك ظلي هامدا فتخيلوا أني قضيت ذمائي، وغدوا يشبون اللهيب بكل ما وجدوا ليشموا فوقه أشلائي، ومضوا يمدون الخوان ليأكلوا لحمي ويرتشفوا عليه دمائي. إني أقول لهم ووجهي مشرق وعلى شفاهي بسمة استهزائي، إن المعاول لا تهد مناكبي والنار لا تأتي على أعضائي، وإذا تمردت العواصف وانتشى بالهول قلب القبة الزرقاء، ورأيتموني طائرا مترنما فوق الزوابع في الفضاء النائي، فارموا على ظل الحجارة واختفوا خوف الرياح الهوج والأنواء، وهناك في أمن البيوت تطارحوا غث الحديث وميت الآراء، وترنموا ما شئتم بشتائمي وتجاهروا ما شئتم بعدائي. أما أنا فأجيبكم من فوقكم والشمس والشفق الجميل إزائي، من جاش بالوحي المقدس قلبه لم يحتفل بحجارة الفلتاء، من جاش بالوحي المقدس قلبه لم يحتفل بحجارة الفلتاء. شكرا. إذا يسمح لنا الأستاذ سامي فضل. تسمعنا شدي قصيدة من اختيارك لعمار الخيام. الآن؟ أي داكت. نرجع. سمعت صوتا هاتفا في الصحر، سمعت صوتا هاتفا في الصحر نادى من الغيب، وفات البشر. سمعت صوتا هاتفا في الصحر نادى من الغيم، وفات البشر
هب ملأ كاس المنى هب ملأ كاس المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القادر تشغل البال بماضي الزمان لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بيات العيش قبل الأوان واغنم من الحاضر لذاته فليس في طبع الليالي الأمان أولى بهذا القلب أن يخفق وفي ظلام الحب أن يحرق أولى بهذا القلب أن يعشق أولى بهذا القلب أن يعشق وفي ضرام الحب أن يحرق ما أضيع اليوم الذي مر بي ما أضيع اليوم الذي مر بي من غير أن أهوى وأن أعشق النفس بخوف الظنون واغنم من الحاضر أمن اليقين لا توحش النفس بخوف الظنون واغنم من الحاضر أمن اليقين فقد تساوى في الكرى راحل فقد تساوى في الكرى راحل غد وماض من ألوف السنين أطفئ لظى القلب بشهد الرضا أطفئ لظى القلب بشهد الرضا أطفئ لظى القلب بشهد الرضا فإنما الأيام مثل
السحاب أطفئ لظى القلب بشهد الرضا أطفئ لظى القلب بشهد الرضا فإنما الأيام مثل السحاب وعيشنا ضيف خيال وعيشنا ضيف خيال فنلحظك منه قبل فوت الشباب. أحسنت. يا قدس يا منارة الشرائع يا طفلة جميلة محروقة الأصابع، القدس التي دخلها الاحتلال ليسودها الظلام الذي أثر في نفس كل غيور، تأخذ مكانة في قلوب البحرينيين بالأخص والتوانسة، صح؟ كيت. توانسة أو التونسيين؟ التونسيين نفس الشيء. فمع قصيدة نظمتها الشاعرة فاطمة محسن بعنوان مشاهد من غزة. تفضل. معليش أنسى عليكم الجو الجميل اللي تقول الفتاة الصغيرة تقول الفتاة الصغيرة جعنا جعنا سأحكي لكم دون ما خجل عن الحميض وعن خبزنا المر عن البرد والخيم الطائرة عن الجوع يقصف أيامنا عن الماء يدخل أجسادنا النائمة عن الوحش وهو يزلزل كل المدينة فتغدو ركام وتغدو الطفولة شبه اتهام. ملاحظة هامة، اشتقت للخبز جدا. تقول الصبية في مطلع الحب جئت إليه، في البدء كان النبض، عفوا في البدء كان الموت. الحياة قاسية، رأيت الجنائز ترقص في ساحة المدرسة والطباشير تكتب أغنية للشهيد والمعلم يردد تلك الحروف فاء ولام وسين وطين ويبكي. كيف أصالح نفسي إذن وكيف أرمم كل الدمار الذي داخلي؟ رأيت بعيني كيف تطير القذائف، رأيت الجثامين في عربات الخضار ورأس امرأة يتدلى ليسقط في حضن أخرى. فعذرا عذرا إذا ما سألت كيف أرمم هذه الحياة. يقول العجوز الذي هز قلبي 70 عاماً 70 عاماً وما ذقت شيئا من النوم، 70 عاماً ونيف ونحن على وضعنا نستغيث. أريد لحافا عن البرد، تعبت تعبت من الحلم وما عدت أرغب في النوم. أريد أريد عناقا طويلا لأنسى به عجز قلبي وأنسى به الأمنيات. تمنيت أن تنتهي الحرب وها أنا ذا ها أنا ذا أنتهي. تقول حكاية تلك الفتاة الصغيرة هل من نهاية؟ فأضحك أضحك ثم أمد
لحافي لوجهي وأدخل في الحلم، أدخل في الحلم. يعني صعب نقدم الحين كليب بسيط، مو بسيط يعني كبير، بعطاءه إهداء إلى البحرين من تونس بعد هذه الأبيات عن القضية الأولى، قضية المسلمين، قضية العرب، وقضية كل غيور وشريف. فأعتقد يحتاج نغير الجو بدندنة قصيرة شوي، بعدين نعرض الفيديو بحيث. فيقول: مررنا على دار الحبيب فردنا عن الدار قانون الأعادي وسورها، فقلت لنفسي ربما هي نعمة. فيتفضل أستاذ سامي تعطينا شيء عشان نقدر نغير الجو ونعرض السلام من تونس. قسما بسحر عيونك الخضر يا أجمل الألوان في عمري، ما كان لي إلاك أغنية لو طالعتني ليلة القدر. قسما بسحر عيونك الخضر يا أجمل الألوان في عمري، ما كان لي إلاك أغنية لو طالعتني ليلة القدر. فديت ذات الأعين الخضر حسناء قرطاجية الكبر، لما تزل من عين أندلس في سحرها ترنيمة تسري، وتطوف بالمألوف شادية وتزيدني سحرا على سحري، وتطوف بالمألوف شادية وتزيدني سحرا على سحري، وتطوف بالمألوف شادية فتزيدني سحرا على سحري. يا تونس الأحلام يا كهفا للفن والأنغام والعطر، قسما بسحر عيونك الخضر يا أجمل الألوان في عمري، قسما بسحر عيونك الخضر يا أجمل الألوان في عمري، ما كان لي إلاك أمنية لو طلعتني ليلة القدر. أتدرون لما يهاجر منا السلام، أتدرون
لما يعم فينا الظلام. أتدرون لما؟ ببساطة لأننا مجتمع يخاف. سلام من تونس الخضراء، قصيدة كتبها الشاعر البحريني إبراهيم الأنصاري، وغنتها المطربة التونسية فايزة الرابعي معانا اليوم، فنعرضها تشوفون التداخل والتزاوج والمناظر بين تونس والبحرين، إهداء من تونس إلى البحرين. بلاد المشرقة النظرة إلى بحر الهوى بحري والشعب المملكة بأسرة، بلاد حبها غالي سكن في الروح من نظرة، بلاد الشمس والدلال وسواد مخلصة سمرة. سلام من تونس الخضرة، بلاد المشرقة النظرة إلى بحر الهوى بحري وشعب المملكة بأسرة، بلاد حبها غالي سكن في الروح من نظرة، بلاد الشمس والدانات وسواعد مخلصة سمرة. وطن ثاني لي البحرين عزيز غالي قدرة، ولا سافرت غير بلاد ولا حسيت بالغربة في يوم أو أهلي عني بعد، لأن في ربى البحر جميع الناس أحباب، هالي إخواني الطيبين معي كل وقت وأصحاب. أنا ما غبت عن تونس ولا سافرت غير بلاد ولا حسيت بالغربة في يوم أو أهلي عني بعد، لأن في ربى البحر جميع الناس أحبابي، هالي إخواني الطيبين معي كل وقت وأصحابي. وطن ثاني لي البحر عزيز غالي قدرة. بحر من حب يغمرني هواكم يا غالي البحر، سعد أحس من أصحاب من أخفى قرير العين، قلبي طير ما هاجر بلاده عايش الجو، صفا تونس وروعتها وجمال الروح في البحر. بحر من حب يغمرني هواكم يا غالي البحر، سعد أحس من نصحى ومن أخفى قرير العين، قلبي طير ما هاجر
بلا تعايش الجو صفات ونسو روايتها وجمال الروح في البحر وطن ثاني لي البحرين عزيز غالي كثرة أول مرة نسمعها. شكرا فايزة. من غير الشكر البحرين كما عشقي وأصلي التونسي أنا نعتبرها بلادي بحكم إقامتي وبالمناسبة وكل مناسبة شكر لصاحب المبادرة اللي هي فكرته ساعة المستشار إذا الفرج وأكيد بدعم منه وكذلك ما كانش العمل يكون بالمستوى والجودة إلا بالشاعر إبراهيم الأنصاري الملحن البحريني نبيل عبد الرحيم وكذلك الموزع والأستاذ التونسي اللي قام بالتوزيع وهو أساسا ملحن أستاذنا الأستاذ عادل بنطقة والشكر من هنا من مملكة البحرين إنه العمل تنفذ على مرحلتين بين تونس والبحرين فكان يعني نص الموسيقى تمت في تونس باستوديوهات الفنان لطفي بوشناق تحية كبيرة ليه لأستاذنا وكذلك المخرج والفريق التونسي المخرج اللبناني فادي التنوس والفريق التونسي على رأسه مدير أعمالي السيد طيب قاسم المخرج التونسي تحية لي وشكر كامل لكل مساهمين في العمل على رأسهم شركة سقراط للأدوية دكتور محمد أبو الفتوح وكل الفريق اللي مساهمين سواء بالنصيحة أو بالدعم المعنوي طبعا هذا الإنتاج اللي شفتوه دليل كبير على أن الفن لا يعتمد فقط على الحكومات وعلى الرعايات الحكومية صحيح هذه المبادرة الأسبوع التونسي البحريني التونسي الثقافي البحريني التونسي وانطلاقا من المعرض التشكيلي اللي تم في مجمع السيف والبرامج المختلفة عرض الأزياء وهذه الأمسية الشعرية والبرامج كلها بما فيهم الملتقى الفني هم دليل هم من مبادرات فردية على رأسهم أستاذ عبدالرزاق حمودة وبقية الفنانين نفسهم فيوم شيخ راشد يعني مجرد أخذ نص من كلامه يعني أول أمس يوم افتتحوا المعرض استغرب يعني أول مرة يشوف برنامج متكامل غير معتمد على الحكومة بمعنى الدعم الحكومي اللي متعودين إحنا خلي يدعمون ونشتغل لا اشتغل يعني هذا الفيديو كليب بادرت الأستاذة فايزة والشاعر البحريني والفريق كامل بدون أي دعم بدون أي شيء هم اشتغلوا شيء نفس ما يقولون طيب خاطر بالحب اشتغلوا وقدموا شيء للبحرين طبعا يوم قدموا لفت انتباه الكثيرين على رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان ولي العهد رئيس الوزراء لفت انتباهه ويعني اعتبر هذه كهدية ثقافية جميلة إلى البحرين فاللي حبيت أقوله يعني من هذا المكان من هذا الصرح الثقافي أن الثقافة والفن تكون من المثقفين والفنانين من قلبهم أهما نفسهم لا ينتظرون الدعم والمبادرات الحكومية الشعوب هي تنطلق وترتقي بالفنون أما الآن مع قصيدة الشاعرة
فاطمة التيتون بعنوان نستريح. قصدك فاطمة محسن المعروفة باسم فاطمة محسن. تفضلي استاذة. ونستريح كهزيمة أجتر روحي، مضطرقت الباب في وضح النهار وتركت قافلة السؤال. زودت أوردتي بعصفور صغير كي أدعي أني هناك. أنا لم أكن إلا هناك. أبعدت كل قصائدي كي أستريح، لكنك مطرا تجيء وأجيء حافية فيرتبك الطريق وتضج أشباح المكان. هل كل هذا اللوم لي؟ أنا في الغيوم الآن أضنتني الحياة فخرجت من موتي إليك. ما كل هذا الموت فيك؟ أنا في المسافة لم يزرني الوقت، لم يعرف بأجنحتي سواك، وأطير نازفة إليك. هل كنت تعرف أنني كنت الصيام؟ أشجار تلك الروح يابسة تمتد في قلق إليك وتطوف في رصاصة. ماذا سيفعل بالغياب؟ ماذا سيفعل بالغياب؟ لم لا تجيء؟ لم لا تجيء؟ هي خطوتان. لم لا تجيء؟ هي خطوتان. أموت فيك وتموت أنت، تموت فيا ونستريح. ونستريح 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 مع قصيدة لعمر الخيام. هذيك هي عمر الخيام كاو. طيب الوحيدة هذيك أخرى أخرى تونسية. ونستريح مع قصيدة من اختيار الفنان الأستاذ سامي. شنو نعمل؟ نعمل شوية محبتك يا غزالي. يا لا 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 يا لا لا لا. الحبيب قد زادني عشقا، قد زادني يا لا 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 عشقا. وانضب على غيظ الرقيب حسني معي يبقى، حسني معي يا لا 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 يبقى.
صاحب العيون الحوار 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 ومعاني 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 القول للساقي إذا سقى وسمح لما لما دار وقت الضحى يا ولدي بالغزال المدلل ويا لا لا يا لا لا يا لا 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 في حضرتي والشميع تهلول ويا لا لا يا لا لا يا لا 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 بالله يا عشية بالله يا عشية خبر قلبه قلبه قلب من يعشق يا لا 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 يسمى بالملوف التونسي الطبوع التونسية. احنا في الموسيقى العربية عندنا المقامات مقامات شرقية، في تونس نقولوا لها الطبوع، الطبوع اللي هي الموشحات الشرقية يتسمى ملوف تونسي. واضح كان جدا تفاعل الجمهور التونسي مع الطبوع والقصيدة الملوف الملوف. طبعا قبل ما نختم حبيت مداخلة من أحد الأشخاص اللي كان السبب بوجود هذه يسمونها أهم التظاهرة وإحنا نقول الفعالية والنشاط الثقافي. يقول: بحياتي نلت ما تسمو به هذه الحياة وزرعت الشك في أرض اليقين، تونسي مرة واحدة، تونسي دفعة واحدة أو لا أكون.
الشاعر التونسي الكبير محمد الصغير أولاد أحمد، أحد الشعراء الكبار في الوطن العربي، وله خاطرة مع سبب هذه الفعالية وهذا الأسبوع التونسي، وهي انطلاقة كانت من قابس، بدأناها من أكتوبر وانطلقت طبعا من قبل للأستاذ عبد الرزاق حمودة. فإحنا نسأله سؤالين مرة واحدة نختصر الوقت، خاطرته مع أولاد أحمد الشاعر الكبير أولاد أحمد، وخاطرته مع البحرين. فالمايك. أهلا بكم. فاجأني مهدي، مفروض لا أتكلم. أولاد أحمد، أحكي لكم قصة قصيرة. كان مريض في آخر أيام وآخر ساعاته، فرحت المستشفى العسكري وكان عسكري في الباب، قال وين رايح؟ قلت له أزور أولاد أحمد. قال أي واحد من أولاده؟ قلت له أنا ما استوعب النكتة اللي عنده. قلت له أولاد أحمد الشاهدي، بس أي واحد عنده أولاد كثير؟ قال لي أمزح معك. قلت له والله عسكري وتمزح حلو عندك. فأولاد أحمد، بس أقدم كيف علاقتي مع أولاد أحمد. حبيت شعره: إلهي أعني عليهم، لقد عقروا ناقتي وأباحوا دمي في بيوت أذنت بأن لا يراق دم فوق سجادها. فعملت هذه اللوحة، عملتها لوحة وأرسلت له بعد 4 سنوات صمت تام، يعني قلت هذا رجل لا يحب ولا عملي ولا يحب يتصل بي. اتصل عندي صديق يعني في معمل الزجاج، يحب الفن ويحب الخط العربي، فكل جمعة أمه تطبخ كسكسي تونسي، وأي واحد يجي أهلا لي، بس يعرف كم واحد 1500 ويدعو مثقفين، يختار شخص أو شخصين، خالد عزيز. فقلت آخر كسكسي أمك في أغسطس لازم أجي. سجلنا وبعد دعا 4 خطاطين، منها صديقي طارق سويسي، وسماه 3 خطاطين سماه كسكسي الأساتذة الخطاطين. وجاب أحمد يومها، فكانت المفاجأة وكانت انطلاقة كبيرة في علاقة فكرية. و آخر قبل ما يموت بساعات كنت أنا جهز له معرض كبير من أكبر معارضي، طلبني اتصل اتصل اتصل، اتصلت لكن يعني مع الأسف غادر العالم. بالنسبة لقابس والبحرين، علاقتي مع البحرين عن طريق عباس المساوي الخطاط الفنان الكبير، وقصة طويلة عريضة ونكتة. هي عباس جاء على جنيف وطلب يعرض في قصر الأمم المتحدة، قالوا له في واحد بس، يقول لك إيه، قال له اسمه حمودة، وأنا ما عندي خبر. وكنت في تونس شهر ونص يعني إجازة، مسكين بقى شهر وعائلته وعياله كل شهر في أوتيل في جنيف يستنى، كل يوم يتصل أستاذ حمودة لو سمحت اتصل، بعد تشوف في رجل تعبان أستاذ حمودة أنت وين؟ اتصل فيك مرة ما ترد. يعني وصلت بعد شهر من جنيف وجل كل رسائل، قلت هذا رجل مسكين مين؟ قلت خلي اليوم مرتاح وبكره اروح الاوتيل. بكره رحت الاوتيل سالت عباس المساوي، قالوا لي سافر اليوم الصبح 6. قلت مسكين والله. كلمته في جنيف يعني بدات المشوار. فانا اقول دائما لو ما عباس المساوي لن اكون الفنان اللي تعرفونه. فعلي يعني فضل كبير على مسيرة الفنية. هذه علاقتي بالبحرين، وأنا نظمنا مشروع السلام اللي تعرفونه في الأمم المتحدة، وأنا نظمته في قصر الأمم، وجبنا 2500 طفل نفس اليوم، 197 فنان نفس اليوم، وانطلقت الصداقة الكبيرة، وجيت البحرين في شجرة الحياة، وحين تقريبا 25 سنة لا يفوتني عام بدون أن أزور البحرين. فنتيجة هذا طبعا مهدي صديقي من 20 سنة،
اول مناسبه اول يعني بريتكست يقولوا لازم نجيب بحري. حتى في الكورونا جيت وصادقني في تونس. فهي مجموعه الفنانين خليني بس اسميهم واحد واحد: ريم بن عبد الله، نسرين عضاضي، هنيدة هي ما فنانة تشكيلي لكن مصممة أزياء، منى شوك فنانة تشكيلية، منى فارسي وطارق السويسي طبعا فنان، سامي فقيه وين مختفي؟ ليلي تليلي وين؟ إلى آخره. وتليلي ومنى صديقتنا جاي من نابل. هذه مجموعة اخترناها شخصيا حتى تمثل تونس بفنها، حتى يعني تحب البحرين، فأعتقد أنهم سيزورون البحرين في أقرب وقت. بالنسبة لقابس، أنا نظمت ملتقى دولي ودعيت 4 فنانين بحرينيين، منهم مهدي وعلي طردان وعقيل من عقيل وعقيد ونسرين ناطر. فكانت فكرة أن مهدي قال ليش بنعمل عودة البحرين مع مجموعة من الفنانين التونسيين. هذا انطلاق المشروع. أشكر فنانينا أسبوعي من سفارة تونس اللي كانت تتابع من بداية المشروع وحضرت، يعني إن شاء الله يتواصل هذا. أتذكر رسالة بعثها رئيس الباجي قائد السبسي، أفرحتني كثير لأن رسالة قرأتها للناس عند السفير، يقول دعم الدبلوماسية الثقافية. يعني أن ننسى هذا الجمل والمظلة والأشياء وديها لأوروبا، الثقافة أهم عنصر لدعم البلدان ودعم العلاقة ما بين الشعوب. كما قال مهدي، الفن هو يعني نافذة للسلام ونافذة للتعايش السلمي. اعتذر الكلمة تحبسني حبيبي. فشكرا يا أستاذ عبد الرزاق. في عندنا مداخلة من الجمهور من الأستاذ إبراهيم، قصيدة يلقيها عن تونس فنسمعها يعني في زاوية هناك. أستاذ إبراهيم فنرحب فيه. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيكم العافية أستاذ مهدي، أستاذ فاطمة، أستاذ فايزة، أستاذ سامي، الجميع شكرا للحضور. أستاذ مهدي على رأسي أقول: تونس الخضراء بات حسنها يتجلى فرحا في كل نبض عاشق، موجها الصاعد في بحورها يتراقص فرحا مع النخيل الباسق، وبساتين يفوح عطرها بزهور طيبها وطيب شعب صادق، هي أرض زخرف بناؤها بفنون بين أبناء الصروح البارق، وأنار بشناق لها شعلتها يتغنى بين ألحان بعزم ناطق، كم تباهى فيها حتى زانها مثل نجم في السماء الساطع، وسمى بغنائه في حبها فهو ميناء إلى الفن وهو الزورق. وشكرا. أحسنت، شكرا جزيلا لهذه الأبيات والمداخلة الجميلة. سلام من تونس الخضراء بلاد الشمس والقمرة، والقمرة إلى بحر الهوى بحرين وشعب المملكة بأسرى. في ختام هذه الأمسية أود أن نشكركم جميعا على هذا الحضور، ونشكر الضيوف في بلدهم، وهم ليسوا بضيوف وهم أصحاب الدار في دارهم وفي بلدهم، ومشكورين. ونشكر مركز عبد الرحمن كانوا الثقافي على هذه الاستضافة وعلى هذه الفرصة، على هذه اللمة أن نكون مع بعض. كما أرجو منكم تقييم الفعالية عن طريق الباركود الموجود على
على الكراسي أمامكم موجود. ويسرنا دعوتكم باسم مركز عبد الرحمن كانو إلى الفعالية القادمة الثلاثاء 30 أبريل، ندوة بعنوان فن اختراق العقول، يتحدث فيها الدكتور خلف الزهراني وتدير الحوار الأستاذة سهى الشافعي. وفي الختام ندعو نائب الرئيس الأستاذ الكبير عبد الرحمن الباكر لتكريم المشاركين. شكراً.